مساء الخير والجمال والسعادة على كل أصحابنا وحبايبنا اللي دايما بيتابعونا على شاشة قناة تان تي في وبرنامج كلام البنات. أهلا بيكم النهاردة، يوم جديد وفقرات مختلفة. ومساء الفل عليك يا نرمين. مساء الفل عليك يا سارة، أخبارك إيه؟ تمام؟ كله تمام الحمد لله. خليني أمسي على كل بنات وستات مصر وأكيد الوطن العربي. يوم جديد وحلقة جديدة وأحلى الكلام هو كلام البنات على تان تي في. عندنا فقرات كتير جدا. إيه؟ النهاردة عندنا فقرة هامة جدا يا نرمين ولكل السادة المشاهدين. هنكمل كلامنا عن التعديلات الدستورية الجديدة. هنركز أكتر على التعديل اللي بيطالب بتمثيل ملائم للشباب والأقباط وذوي الاحتياجات الخاصة والمصريين في الخارج. الحقيقة التعديل ده مهم جدا لأنه بيؤكد على دولة المواطنة ودولة العدالة. هنتكلم عنه بالتفصيل بعد شوية مع ضيوف إن شاء الله. إن شاء الله ده هيكون إن شاء الله موجود معانا في أول فقرة. كمان الحقيقة عندنا فقرة عن التجميل، عن الإعلانات المغرقة الدنيا دلوقتي في كل حتة. هنعرف إزاي أفرق ما بين الكلام الصح وما بين الكلام الغلط او المغلوط فيه. ده هيكون مع ضيفي الدكتور خالد سامي، مدرس جراحه التجميل بكليه الطب جامعه عين شمس. ده هيكون برده معانا كمان شويه. صحيح، هي فقره مهمه جدا. في فقره الموضه هنتعرف على احدث تصميمات سواريهات الصيف مع الفاشن ديزاينر التونسيه دالين داغول. هتعرض علينا موديلات كتير من الفساتين، موديلات جديده. هنعرف ايه الالوان اللي نازله في موضه الصيف السنه دي. انصحكم تتفرجوا على الفقره دي لانه فيها كميه الوان حقيقي ماتشنج رائع جدا، هتتفرجوا عليها وتنبسطوا قوي قوي. حاجات هتبقى حلوه ان شاء الله. نعم. يعني انا قبل ما نبدا بقى فقراتنا هنروح نشوف تقرير عن شيماء باسم. مين شيماء باسم؟ شيماء الحقيقه عملت حاجه لطيفه جدا، بتجدد العفش القديم بس بطريقه مختلفه وبتعمل اشكال والوان وتصميمات الحيطه كمان بشكل حلو جدا. تعالوا نشوف التقرير وبعد التقرير نطلع لفاصل. بعد الفاصل كلام جديد في التعديلات الدستوريه. بعد الفاصل. شيماء باسم أم لثلاث أولاد، طول عمرها غاوية أنتيكات وديكورات وعندها حب اقتناء لكل شيء قديم، وقررت من سنتين إنها تحول الهواية دي لمشروع خاص بيها يتعلق بالتصميم الداخلي والديكورات. ابتديت كهواية في الأول مع أصحابي، كنت بساعدهم في توضيب بيتهم، ولو بينقلوا من مكان لمكان نجدد الحاجة كده، أقول لهم مثلا لا ممكن نعمل كذا، اختيار الأقمشة، الحاجات دي كلها. بعد كده كان ليا صديقة سعودية، الكلام ده من حوالي سنتين ونص، كانت هنا في مصر وبتفرش بيتها، وفرشت لها بيتها كله من الألف للياء وساعدتها فيه، فشجعتني جامد جدا وقالت لي ان انا ليه ما بدأش الموضوع كبزنس وهواية، يبقى يعني مش بس هواية يبقى شغل بتاعي. 20 عامل بتتعامل معاهم شيماء في تخصصات مختلفة ما بين نجارة وستاير وتنجيد ودهانات، بيساعدوها في تنفيذ كل المطلوب في أسرع وقت بجودة عالية بتعكس براعة العامل المصري. عندنا هنا أكفأ، يعني بجد أكفأ العمال والصنايعية في النجارة وفي التدهيب وفي والأسترجية وفي الستاير وفي كل حاجة. يعني من خلال دوت إن شاء الله أنا نازلة بازار قريب مصري، كل منتجاته مصرية 100%، عشان نشجع منتج بلدنا وصناعة بلدنا وبأسعار إن شاء الله معقولة جدا. أنا بنصح أي حد عنده فكرة في دماغه أو هواية يبدأ يشتغل فيها على طول وينفذها من غير خوف ولا قلق. 3 شهور هي أقصى مدة عند شيماء لتسليم شقة بكامل ديكوراتها، وخلال الفترة اللي جاية بتستهدف شيماء السوق الدولية والتصدير للخارج لتكون خير مثال على جودة المنتج المصري. رجعنا لكم مرة تانية مشاهدي كلام البنات، ودلوقتي هنتكلم عن نص التعديل أو عن نص التعديل اللي بيقول تعمل الدولة على تمثيل الشباب والمسيحيين والأشخاص ذوي الإعاقة والمصريين المقيمين في الخارج تمثيلا ملائما. ده أو دي كانت أحد البنود المقترحة في التعديلات الدستورية اللي بيصوت عليها دلوقتي مجلس النواب. مادة مهمة جدا هتساهم في تمثيل عادل لجميع فئات المجتمع المصري، والحقيقة أنها هترسخ لمبدأ المواطنة وتقوية النسيج الوطني.
النهارده هنناقش الماده المقترحه من كل زواياها، وهنسال ضيوفنا ليه اهتم البرلمان بوضع الماده دي وازاي هيتم تطبيقها الفتره اللي جايه. كل ده هنعرفه بالتفصيل من خلال ضيفاتي الاستاذه سالي عاطف رئيس تحرير جريده الصباح. اهلا بك يا سالي. اهلا بحضرتك. كمان هيكون معايا الكاتبه الاستاذه غاده فاروق. اهلا بك يا غاده. اهلا بحضرتك. طبعا مواد هامه جدا، وداخلين على تعديلات دستوريه جديده خلاص صدق عليها البرلمان. هاجي معاكي في الاول يا سالي، وعايزه اعرف منك ايه الاسباب اللي دفعت البرلمان على التعديلات المقترحه الجديده في الدستور. هو ما فيش دستور فور ايفر، يعني دايما الدساتير بتتحط وفق للتطور في المجتمع. يعني احنا دلوقتي فتره بناء للمجتمع بعد فتره طويله من الاحداث، طبعا من 2011 لحد الان بنحاول نبني الدوله زي بقيه الدول المتقدمه، فبالتالي كان لازم يكون في تغيير كبير لبعض البنود في الدستور القديم. تمام، زي مثلا حضرتك قلتي من شويه المراه والشباب ذوي الاعاقه المصريين في الخارج، كان لازم يتبص لهم بالظبط، كان لازم يتبص لهم بصه ثانيه، يعني يبقوا اكتر في الحياه السياسيه في العمل العام الكلام ده، وده يبقى حضورهم اكتر من مشاركتهم وتمثيلهم من قبل كده. طيب غاده، ازاي هيقدر يستفيد ذوي القدرات الخاصه من البنود المقترحه الجديده في التعديل الدستوري الجديد؟ هم هنا احنا مبدئيا احنا بنأهلهم كجمعيه عندنا بنأهل جمعيه غاده فاروق، انا رئيس مجلس اداره جمعيه المستقبل للاعلام والتنميه والنهوض بالمرأه. عندنا من ضمن انشطه الجمعيه التوعية بالحقوق القانونيه والدستوريه. دي حاجه جميله قوي انتوا عاملينها او انت بتشتغلي عليها على فكره يا غاده، وهي ان انت بتوعيهم بحقوقهم السياسيه والقانونيه. تمام، مش الشباب والاعلاميين وكمان ذوي الاحتياجات الخاصه. تمام، حلو. عندنا فريق كامل قانوني برئاسة المستشار ميشيل حليم، وبالنسبة للقدرات الخاصة دكتور محمد العرقي. فبنقوم بده وبنأهلهم وبنوعيهم بنعرفهم ايه هي حقوقهم القانونية والدستورية. طب قوليلي، طيب ردود افعالهم لما عرفوا ان المادة دي موجودة في التعديل الجديد؟ ما تتصوريش الفرحة، يعني حاسة ان هم هيبقى ليهم كيان ووجود في المجتمع. هم كانوا حاسين ان هم مهمشين، فدلوقتي لا، يعني حاسين ان هم هياخدوا الدور، يبقى ليهم دور فعال في المجتمع. طب انت تفضلوا انه النسب دي تنزل كقوائم في مجلس الشعب ولا كمستقلين؟ انا افضل ان هي قوائم في مجلس قوائم الشعب. صح، عشان يكون تكون قوه اكبر. طبعا طبعا. طب حلو، انت كمان يا سالي تفضلي ان يكتر ان هم ينزلوا قوائم ولا ينزلوا مستقلين؟ اعتقد قوائم هتبقى افضل بكتير، يعني عشان يبقوا كمان بيساعدوا بعض، لانه صحيح. اعتقد ان المستقلين دي مش هيقدروا يعني يعملوا شغل صحيح. اعلى صح. تمام، كملي كلامك عن الموضوع ده لانه مهم جدا نعرف انطباعاتهم وفرحوا قد ايه وهيستفيدوا ازاي كمان. هم فرحوا جدا، حاسين ان هم هيبقى ليهم دور فعال وهم هيقدروا فعلا يفيدوا ناس ثانيه. وبالفعل احنا عندنا ناس لما بتستفيد من ده بنبص نلاقيهم جايبين لنا ناس ثانيه علشان يستفيدوا من الدورات ديت اللي هي بالتوعيه بالحقوق القانونيه والدستوريه. ومتفاعلين و في تفاعل ومدركين وكل حاجه. في تفاعل. لا للاسف احنا كان المجتمع كمان حتى بينزل لهم نظره ثانيه، فدي كانت تعباهم نفسيا شويه، بس الحمد لله لا ابتدى الفكر كله يتغير، وطبعا التعديلات الدستوريه ديت هتخليهم اقوى في المجتمع. حلو جدا. انا عايزاكي بقى يا سالي، بما ان انت لسه راجعه برضو من الخارج وتحديدا من امريكا صح؟ طيب عايزاكي تنقلي لي انطباعات المصريين هناك. طبعا هو دلوقتي بقى التعديل الجديد او المقترح الجديد في التعديل بيقول ان هم هيكون ليهم تمثيل مهم في داخل البرلمان، فانقلي لي انطباعاتهم. شايفه ايه التلعثم ده؟ طيب خليني اقول لك انطباعهم. طبعا هم يعني في غاية السعادة والدعم للتعديل الدستوري الجديد، خاصة انهم هيبقى لهم تمثيل فعلي. يعني احنا عندنا في اخر احصائية في نهاية 2016 وجود مصريين بالخارج حوالي 9.5 مليون نسمة، عندنا منهم 86,000 عالم متخصص. فالكلام ده دي عندك كتلة يعني كبيرة جدا بتساوي عدد دول، فهم كتلة غير يعني لا يستهان بها.
هم من دلوقتي كانوا بيعملوا ندوات، انا حتى حضرتها ما كنت في امريكا، لدعم التعديلات الدستوريه والتوعيه بيها. حاسين ان هم لا هيكون ليهم مشاركه فعليه في العمل العام، وده حقهم يعني، حقهم المهدر من طبعاً. منذ سنوات يعني. بالظبط كده. برضو هرجع لك مره ثانيه يا استاذه غاده في المبادرات التوعويه اللي انت بتعمليها، وخصوصا انت مهتمين جدا بذوي القدرات الخاصه. كلميني اكتر عن الحكاية دي، يعني لحد امتى هتفضلوا تبدأوا او الانشطة التوعوية دي هتفضل مستمرة؟ لا هي مستمرة، اللي هي نشاط فعلي من ضمن انشطة الجمعية. فاحنا بالفعل مش سيزون وخلاص، لا عشان التعديلات الدستورية بس، لا خالص، احنا مستمرين على طول، لان ده نشاط فعلي. حلو جدا. طيب والشباب ازاي هيقدر يستفيد من المواد المقترحة بعد تطبيقها ان شاء الله؟ احنا برضو عندنا ده في الشباب برضو. طبعا احنا خرجنا بره الصندوق، احنا كنا الاول لا بنبص مثلا، دلوقتي الشباب في مجلس الشعب والحمد لله يعني واخدين بقى ليهم مقاعد طبعا، موجود يعني تواجد كبير. كان الاول لا يعني السن كان بصي زي بيقولوا كده بلدي، بيقولوا ناس عواجيز صح كده. دلوقتي لا، الشباب هيبقى ليها دلوقتي مقاعد جوه البرلمان وتقدر تعبر عن الشباب التانية. صحيح، لانه في الاول كان الكبار السن هم اللي دايما بيبقوا موجودين داخل قاعات مجلس النواب، وبيبقى موجودين في مناصب عليا، والشباب ما كانش ليهم حضور قوي. فعلا، وكان بيجي يشتغل على فكر اللي قبله، مفيش حد بيتطور. فدلوقتي الشباب طبعا افكارهم كتير. طيب واحنا ليه محتاجين برضو يا سالي تمثيل عادل ومنصف للمصريين المقيمين في الخارج داخل البرلمان؟ انا قلت لحضرتك قبل شويه ان هم كتله كبيره، تمام. البرلمان الدستور اللي قبل كده ما كانش فيه تمثيل اصلا، وكان حتى ليهم مطالب زي تامينات اجتماعيه او حقوق ليهم تكون على ارض الواقع في مصر، ما كانتش بتتم الموافقه عليها. فبالتالي انا دلوقتي عندي دستور جديد ينص على ان هم ليهم حقوق، ده حقيقي. فطبعا هم في غايه السعاده يعني. واصدقائك المقيمين بره في مصر بيقولوا لك ايه؟ هم داعمين جدا للتعديل، لان هم شايفين ان احنا ماشيين في الاتجاه الصح. مش بس للبند بتاعهم هو اللي هو تمثيل المصريين في الخارج، لا انت عندك شباب اللي هو منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم، هو داعم للشباب داعم الاول. عندنا مؤتمرات شباب فترات محدده منتظمه على طول، وجودهم ودعمهم في اتخاذ القرار، في وجودهم حتى كنواب للوزراء للمسؤولين، هو داعم للشباب لان هو عارف ان هم دول طاقه وهو ده المستقبل. صحيح. وكذلك بقى قيسي عليه المصريين بالخارج، واكيد هم كمان بينقلوا انطباعاتهم برضو للشعوب اللي هم عايشين طبعاً فيها، وده بيدي طبعا انطباعات كويسه عن مصر. يعني انا حتى ما كنت هناك، مصريين بالخارج كتله كبيره راحوا حضروا في الكونجرس واتكلموا، يعني صلحوا الصوره اللي كانت في الفتره اللي فاتت اتشوهت على مصر والكلام ده. فهم كتله لا يستهان بها، بيتحركوا بشكل يعني منظم جدا، واعي جدا، عندهم وعي وثقافه وحب لبلادهم غير طبيعي. اكيد طبعا. تتوقعي اقبال ذوي القدرات الخاصه على الاستفتاءات على التعديل الدستوري ممكن يكون بنسبه كام في المية؟ بنسبه 95%. 95%. 95%. طب دي نسبه هايله وكبيره جدا على فكره، وحاجه مفرحه قوي. ستات ولا رجاله بقى؟ الاثنين بحكم الدورات اللي قمنا بيها. فانا لا حسيت ان في تفاعل فعلا، فان شاء الله باذن الله نتوقع نجاح باذن الله. تمام. احنا طبعا عارفين ان المراه كان ليها دور كبير جدا طوال السنين السته او سبعه اللي فاتوا، فعايزه اخد كلمه اخيره من كل واحده فيكم عن اهميه مشاركه المراه في التعديلات الدستوريه الجديده. طبعا احنا المراه نص المجتمع زي ما بيقولوا، فاحنا ان شاء الله باذن الله بدأ كل مرأة مصرية تنزل تدلي بصوتها في التعديلات الدستورية. في التعديلات الدستورية. تمام. طيب سالي. أنا بضيف على كلام أستاذة غادة، المرأة مش نص المجتمع، المرأة مجتمع كله، يعني هي سواء الأم، الإبنة، الزوجة، هي الداعم الأول للسياسة، يعني هي دايما احنا شفناها حتى قدام اللجان في كل يعني
تصويت على اي حاجه، هي دايما اللي بتبقى الدعم الاول، وهي اللي بتنزل وبتشارك، وهي بتحس حتى الاسره عندها اللي بتنزل بالظبط، يعني هي كمان اللي بتخلي الاسره كلها بكل عناصرها، خاصه اللي ليها تمثيل هايل يعني اكتر من 25% في البعد الجديد، فدي دفعه لوحدها. دي كانت مفاجاه حلوه جدا طبعا. استقبلتوا الخبر ده ازاي؟ بصي، هو احنا المفروض يعني بنطالب باكتر من كده يعني. انا دايما بقول الستات مش هتقف على الحته دي على فكره، يعني انتظروا الفتره اللي جايه هيكون في مطالب بقى يعني بزياده اخرى. اعتقد انه سياده الرئيس مش يعني مش هيقف عند ال 25%. اعتقد طبعا، لان احنا بنتعلم من الدول اللي جنبينا المحيطه. من خلال تجربتي في افريقيا، خليني اقول لك دوله زي مثلا رواندا عندها تمثيل المراه اكتر من 50% او 54% كمان في البرلمان كمان. ف 25% دي لا، احنا طماعين، احنا محتاجين اكتر، لان احنا نقدر ندي اكتر. صحيح، دي يعني المراه دايما بتثبت جداره في كافه المجالات. صحيح. ف 25% نتمنى ان شاء الله تبقى اكتر. ان شاء الله. جميل. طبعا السيد الرئيس هو ما بيشتغلش كمان على المراه بس، لا، هو المراه والشباب والطفل على كل حاجه. وكل واحد بقى هو بيقدم اقتراحاته، فدي جميله قوي. وانا بقول دايما ان المراه هي راس الهرم الاسره يعني، يعني الاهتمام بيها في الاخر بيعود بنتيجه رائعه على بقيه الاسره او على بقيه الشعب. صحيح. انا بشكركم جدا على وجودكم معايا النهارده. ميرسي يا سالي على وجودك معايا، وميرسي يا غاده. مرسي. جدا اشوفكم ان شاء الله المره القادمه وكلام جديد واخر عن التعديلات الدستور ان شاء الله. مشاهدينا، لسه كلامنا ما خلصش. بعد الفاصل، ازاي افرق بين الصح والغلط في اعلانات مراكز التجميل؟ استنونا بعد الفاصل. الحقيقه بقينا بنلاحظ انتشار كلام كتير جدا على التجميل وعمليه التجميل واجهزه جديده كل يوم. طيب انا يعني لو حد مهتم بقى وعايز يعمل عمليه تجميل، ازاي اقدر او افرق ما بين الكلام الصح وكلام الغلط، او مش عايزه اقول نصب، لان هو للاسف بيبقى فيه كلام كتير جدا على بعض القنوات، كلام حتى مش منطقي. ولو شفت اعلان شدني، ازاي اتاكد ان الاعلان ده فعلا صح واللي مكتوب فيه صح؟ كل ده هنعرفه من ضيفي العزيز دكتور خالد سامي، مدرس جراحه التجميل بكليه طب جامعه عين شمس. يا دكتور خالد منورنا. ربنا يخليك. اخبارك ايه؟ ازيك؟ تمام، كله تمام الحمد لله. زي ما قلت، احنا عندنا عايزين نتكلم في حاجات كتير جدا، اعرف ازاي الصح من الغلط. بنلاقي اعلانات على السوشيال ميديا، على القنوات، للاسف بتبقى قنوات غير او مجهوله الهويه، فافرق ازاي؟ احنا الحقيقه دلوقتي بنعيش عصر السوشيال ميديا. كل حاجه السوشيال ميديا بجانب الاعلام المرئي بقى ليهم تاثير طاغي على التجميل. حلو. انا بقول دايما ان الاعلام يقدر يعمل اي حاجه، يقدر يخلق حتى حاجه مش موجوده ويخليها حقيقه موجوده والناس تبقى مقتنعه بيها. اديكي مثال صغير، انه في طريقه لعب كوره اسمها التيكي تاكا، اللي هي بيوصفوا بيها طريقه لعب جوارديولا ايام ما كان بيدرب برشلونه. فعليا ما فيش حاجه اسمها كده، دي اختراع اعلامي الحقيقه. التيكي تاكا ده معلق رياضي وصف طريقه لعب المنتخب الاسباني قبل ما جوارديولا يدرب برشلونه اصلا. ورجع استخدمها كام مره لما برشلونه ابتدى يدربه جوارديولا، مع الوقت الناس ابتدت تستخدمها، اخترعوا طريقه لعب لا وجود لها، لا جوارديولا وصفها ولا برشلونه قال ان هو بيلعب بالطريقه دي. وحتى الحقيقه طريقه لعب جوارديولا الاساسيه كانت مختلفه عن الطريقه اللي هو استخدمها عشان يواجه دفاعات الفرق اللي قدامه. لما تشوفي دلوقتي جوارديولا مع مانشستر سيتي تلاقي طريقته مختلفه تماما، لا هو اخترع التيكي تاكا ولا حاجه، ده مجرد الاعلام. يعني ده حاجات كلها بيبقى الاعلام هو اللي بيوجه. تخيلي انه العالم كله مقتنع انه الجزر بيقوي النظر. يعني وكل الستات مقتنعه انه الجزر بيقوي النظر. الحقيقه ما فيش اي اساس لانه الجزر بيقوي النظر، دي ما فيش معلومه طبيه بتقول كده. لكن الحقيقه ده اختراع او كذبه، ده مثل او يعني زي مثل ولا حاجه خالص، دي كذبه اخترعها الجيش البريطاني في الحرب العالميه الثانيه عشان ينفخ في جنوده انه نظرهم حاد وانهم كويس، وكان بينزل اعلانات كله جزر عشان تبقوا زي جنودنا، وكذبه ومشيت. والاعلام بعد ما طلعها بقت حقيقه علميه. التور بيهيج من اللون الاحمر، حاولي في الشارع تقنعي اي واحد انه التور ما بيشوفش اللون الاحمر اصلا، مش هيقتنع. يعني احنا يعني اذا ان في معلومات مغلوطه، يعني في حاجات مغلوط فيها احنا كجمهور او كشعب فاهمينها بطريقه غلط. للأسف. طيب بنلاقي عمليات مثلا بتبقى بنسمع لو عند دكتور فعلا لا موثوق فيه وكده، بتبقى ارقام مهوله او مش مهوله، الرقم الطبيعي للعمليه. بنلاقي على السوشيال ميديا او القنوات اللي هي مجهوله الهويه
ارقام باهظه يعني صغيره جدا. حتى مش مجهوله الهويه. احنا كدكاتره عندنا مشكله ان احنا نوزن ما بين المهنيه بتاعتنا وما بين الاعلان. حلو. لانه في الاخر انا كدكتور ما انا بستخدم السوشيال ميديا ولازم استخدم السوشيال ميديا ولازم اطلع في التلفزيون. طبعا. ده جزء اساسي من شغلنا ما بقاش حد يقدر يتجنبه غصب عني. هستخدم السوشيال ميديا، لكن وانا بستخدم السوشيال ميديا هي في الاخر انا بعلن عن نفسي. انا بعرض صور قبل وبعد، وانا بعرض حاجه انا عاوز الناس تجي لي. لازم اوزن ما بين مهنيتي وما بين ان انا عاوز الناس تجي لي، وما بين ان انا اوصل في مرحله اني اخدع الناس عشان تجي لي. انا بقى كمشاهده يعني إيه؟ ازاي اوازن ما بين ده وما بين ده؟ طيب هقول لك يعني ايه مهنيه. مهنيه اني وانا بخلي الناس في الاخر لما تبص على السوشيال ميديا هي عاوزه تعرف الدكتور، وعاوزه في نفس الوقت تبقى انترتيند، عاوزه تتبسط، عاوزه تشوف حاجات حلوه تبسطها. وانا بعرض ده مهنيا لازم اولا يعني ده اللي انا هعرفه حتى لما اشوف الدكتور بيتكلم. اولا لازم اعرض الحقائق العلميه بالظبط زي ما هي، ما احاولش ازين فيها. الحاجة الثانية لما احنا العامل البصري كمان مهم عندنا جدا، يعني لما بنشوف بيفور اند افتر انا كمشاهدة لا بنبهر. ما انت يعني انا لو هستخدم اعلان لازم ابهرك، والا في الاخر انت مش هتجيلي، انت هتجيلي ليه؟ هتشوفي حد ثاني هيبهرك. لكن النقطة الثانية انه اذا زي ما انا بعرض الحقائق العلمية بالظبط زي ما هي في وقت وانا في نفس الوقت بسليكي، الحاجة الثانية ان انا لازم ما اديكيش احلام وردية. اي حد بيدي احلام وردية هو في الاخر بيضحك على المريض. يعني في هوجة دلوقتي موجودة في جراحات السمنة اللي هي جراحات السمنة الامنة 100% والدباسات الامنة 100% والعمليات اللي بلا مضاعفات. ده كلام مش طبيعي يا اخي. ده يعني عمليات السمنة معروف انها من اكتر العمليات اللي هي مضاعفات. بس انا عايز اقول لك حاجة، انا ازاي تقولي 100%؟ في قنوات كده اللي هي بتعرض حاجات كده غريبة وافلام غريبة. انا بشوف ده، انا بجد بقى انا كواحده اهو في الميديا انا ساعات ممكن اصدق، يعني اقول واحد يبقى تخين جدا ومش عارفه بعد عمليه بعد يومين ثلاثه لقيته كده بيخس. هو بيخس احنا مش حاجه، بس ما تقوليش ان انا هعمل لك حاجه امنه 100% لانه ده بيترتب عليه مشاكل كبيره جدا. مفيش حاجه في الطب امنه 100%. اللي بياخد حقنه مضاد حيوي ممكن يموت، اللي بياخد مسكن ممكن يجيله فشل كلوي. مفيش حاجه قصه الامان ال 100% ومفيش مضاعفات هيخلق لي مشكله. يعني الصراحه والامانه مع المريض ده رقم واحد، لانه العيان ده لما ما هو مفيش حد فينا ما بيحصلش معاه اثار جانبيه ومضاعفات. طبعا. لما هيجي للعيان يحصل له مشكله ومضاعفات هيقول ايه؟ لا ده بيقول انه في امان 100%، انت ضحكت عليا، انت عملت لي حاجه غلط. لما بيع الوهم للعيان يبقى انا كده مش صادق معاه. والحقيقه انه عدم الصدق ده بيبقى في حاجات كتيره جدا جدا، حاجات بسيطه زي نشتري فولورز مثلا على انستغرام. ده كده الدكتور اللي بيكذب في حاجه بيكذب في كل حاجه. يعني اخش مثلا على دكاتره الاقي كاتب حاصل على ماجستير جراحه التجميل من جامعه عين شمس. جامعه عين شمس ما طلعتش ماجستير جراحه التجميل اصلا، يعني اول بروجرام لماجستير جراحه التجميل بقاله سنه ونص، ما فيش حد خد ماجستير لسه لغايه دلوقتي. اللي بيكذب في الكواليفيكيشنز بتاعته. انا تعرضت لموقف انه انا كنت محتاج دكتوره دايت، ودكتوره جت قعدت معايا واتكلمنا، وفي اخر حاجه بسالها انت خريجه دفعه كام؟ قالت لي انا مش خريجه طب، انا خريجه حقوق. نعم. دكتوره دايت وشغاله. طب خريجه حقوق ازاي؟ لا انا كنت شغاله مع الدكتور الفلاني وتعلمت منه. بالخبره والفهلوه بقى بالزبط. يعني بالزبط. للاسف انه في ناس عندها بسميه فن صناعه الاكاذيب. طيب هو أنا عارف ازاي يصنع ده. طيب حلو، لو انا دلوقتي شفت اعلان على التلفزيون وانا كمان جوايا اقتنعت وخلاص انا عايزه اعمل مثلا عمليه عند الشخص او الدكتور الفلاني، اول خطوه اعملها ايه علشان اتاكد من صحه كلامه واتاكد ان هو ده اصلا حد كمان معتمد؟ يعني انا بفترض حسن النيه في الجميع، يعني حسن النيه في الاخر. انا في الاخر هو اي دكتور بيعلن عن نفسه هو مش عاوز يخدع حد، لكن هو في الاخر انت لازم يبقى في وسيله توصل الناس ليكي. أوكي. لكن انا دايما شايف انه اي حد بيستخدم المبالغات هو شخص، انا عن نفسي لو انا هروح له مش هبقى مطمن. اي حد هيقول لي انت هتبقي واحده تانية وفي يومين ثلاثه ومفيش مضاعفات وانت هتبقي في حاجه مش مظبوطه. اي حد يقول لي ان الجهاز الفلاني ده هو بديل للجراحه وبديل للبوتوكس وبديل الهايفو مثلا، يعني في هوجة هايفو كده عند كل الدكاترة ان الهايفو جهاز مفيش زيه. طب ايه بقى نعرف الناس ايه الهايفو ده؟ ده جهاز بيستخدم يعني على اساس ان هو بيشد الجلد. في رأيي الشخصي انه جهاز فاشل وما بيعملش اي حاجة. اللي بيتقال في الميديا انه هي اللي والله ده يعني اول دكتور يطلع ويقول، يعني مع ان دي ممكن تأثر عليك انت أنا شايف شخصيا. انا شايفه كده يعني ايا كان. هم انا مقتنع انه دكتور يطلع يقول انه عندي الجهاز ده ممكن يشد الجلد في حالات، ما يشدش الجلد في حالات، لكنه بديل البوتوكس والفيلر ومش هتعملي عمليات جراحيه. واي سن هستخدمه وبيشيل الدهون في الدبل تشين. ده كلام مش منطقي. ده سحر، يعني السحر مش هيعمل كده.
فكل ما كان في مبالغات يبقى في كذب، في حاجه مش صادقه، في حاجه غلط، في حاجه مش مظبوطه. ودايما زي ما بقول لازم اوزن ما بين مهنيتي وما بين اني عاوز ناس، اني عاوز اعلن، اني عاوز ابين نفسي، وده طبيعي. الحقيقه ما حدش فينا هيحب يعرض انه عنده مشكله وانه عنده عيان حصل له مشكله، ما حدش فينا هيحب يعمل ده، لكن بس ده وارد طبيعي على فكره، وارد وطبيعي. بس في نفس الوقت وانا بعرض الحاجات اللي هتانترتين الناس اللي موجوده عندي، في نفس الوقت لازم اكون صادق، لازم اكون على الاقل لما هتجيلي ما اقعدش ابالغ وادي يعني حاجات. وده اللي بيعمل مشكله دايما ما بين الدكاتره والمرضى، ان هو بيجي اكسبكتنج حاجه معينه، وارد يحصل له مشكله، وارد ما يبقاش الريزلت زي ما هو عاوز، فبالاخر بيلوم على مين؟ على الدكتور. انت اديتني احلام غير منطقيه. مش بقول انه النتائج اللي احنا بنعمله مش حلوه، لا، الحقيقه نتائج كويسه ونتائج هايله، وفي ناس اكيد انت تعرفيهم حياتهم اتغيرت بعد ما عملوا ده، لكن في المقابل في حاجات تانية لازم من حق العيان ان هو يعرفها. اي مبالغات ده مش منطقي. الحاجه الثانيه بقى في حاجه غريبه جدا دلوقتي اسمها، يعني انا اسف اني اقولها، تاجير الفنانين والبلوجرز. بقى الدكتور قيمته مش بشغله، قيمته بمين كام فولور موجود عنده، ومين الفنانين اللي راحوا. تخيل انه في شركات بتتصل بيا كل يوم تحب نجيب لك فنانين يصوروا عندك في العياده عشان ده هيزود لك. لا، الحقيقه ده مش طبيعي. الدكتور ما بيتعرفش غير بشغله، بالناس اللي بتديله ريفيوز كويسه او وحشه، والاعلانات اللي بتتعمل بالفنانين. يعني انا ببقى بجد والله ببقى حزين ان الفنانين بيبقوا كمان ليهم قيمه كبيره جدا. في فنانين الحقيقه بيتصوروا مع الدكاتره عادي جدا، ما بييجوا بيعملوا حاجات وهم بيحبوا الدكاتره بتوعهم. ومع يعني في جراح في امريكا اسمه اشكن جافامي، ده اشهر جراح تجميل في بيفرلي هيلز، مشهور جدا. عمرك ما تلاقيه متصور مع فنانين، مع انه مشهور في امريكا انه جراح الفنانين، كل الفنانين بيروحوا يعملوا عنده. عمره ما تصور مع فنانين غير واحده بس هي اللي طلبت تتصور معاه، كانت عامله مناخيرها وتصورت معاه. الحقيقه قيمه الدكتور تاني مش بمين بيروح له ولا عدد الفولورز. اني انام بالليل واحد عنده فولور 100 اصحى الصبح الاقيهم 50,000، ده مش منطقي. على فكره ده بيحصل معانا احنا، انا نفسي بيجي لي يقول لي مش عارفه مش عايزه اتزوج. لا مش عايزه، على فكره انا عايزه الناس الطبيعيه اللي هو الناس الفعلا اللي بيحبوني وعارفيني وعايزاني. احنا اكيد مكملين كلامنا مع حضرتك، لكن خلينا نطلع لفاصل. هنطلع لفاصل وبعد الفاصل يعني هنكمل لسه كلامنا مع دكتور خالد سامي، مدرس جراحه التجميل بكليه الطب جامعه عين شمس. بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم مره تانية، ولسه مكملين كلامنا مع دكتور خالد سامي مدرس جراحه التجميل بكليه الطب جامعه عين شمس، وكلامنا بقى عن الحاجات الغلط والحاجات المنتشره على السوشيال ميديا وعلى الاعلام، و بنحاول ان احنا نقول لحضراتكم ايه صح. برحب بيك يا دكتور خالد مره ثانيه. دكتور خالد، في حاجات بقى غير بقى كمان السوشيال ميديا والتلفزيون والحاجات دي، الجيم مثلا، لو حد مثلا بيروح جيم وبياخد يقول له مثلا ده بديل مثلا لنفخ الصدر او حاجات كده، في حاجات بديله فعلا بيبقى ممكن في بديل لعمليات التجميل دي ولا لا ملهاش اي بديل؟ طيب هو في بديل، اكيد في بدائل لكل حاجه، لكن البدائل دي مين اللي هيقولها لي؟ هيقولها لي دكتور. انما الجيم الحقيقه بقوا يا اما الترينرز بيدوا معلومات وبيقولوا حقن وبيوصفوا ده، وده جزء، يا اما في الجيمات مثلا بيجيبوا ناس بيقعدوهم يقول لك ده دكتور دايت، ده دكتور، والله اعلم هل هو دكتور فعلا ولا لا. الحقيقه ده كله هيصه. يعني العمليات ملهاش بديل، يعني عمليه لا مثلا ليها بديل، ليها بديل، اي حاجه ليها بديل. يعني أوكي. هنفترض انه في واحده عندها مشكله ترهل في وشها وعندها، هنفترض حلها الفعلي انه تعمل عمليه، لكن هي ممكن ترضى بحل اقل، هي ممكن ترضى انها تحقن بوتوكس وفيلر، هي تقول انا مش عاوزه اعمل عمليه. وارد انه يبقى عندي الحقيقه حاجات انا عاوزه اعملها ولكني مش عاوز نتيجه 100%، ممكن ارضى بنتيجه 50%، ممكن ارضى بنتيجه 40%، المهم بس اللي يقول لي، ما يقوليش ان دي هتجيب لي نفس النتيجه. انا قصدي ان عمليه التجميل يعني ماشي ليها بديل، بس ما بتبقاش بنفس النتيجه، يعني بتدي نتيجة أقل. مفيش حاجة بتجيب نتيجة الجراحة. الناس دايما تسأل انه طيب انا دلوقتي احنا بنتكلم كتير على موضوع نحت الجسم، نحت الجسم ونحت المؤخرة. بتهيألي هي دي اكتر عمليات تجميل منتشرة تقريبا. ناس كتيرة دايما تسأل انه طب انا ممكن اروح الجيم واخد نتيجة النحت من الجيم كبديل. الحقيقة دايما بقول لهم لا، مش هتاخدي نتيجة النحت من الجيم. الجيم بيقلل الوزن وبيغير شكل جسمك وبينزل جسمك كله كتلة واحدة، هو مش هينزل حتة ويشيل واحدة، مش هينحت، يعني مش هيتقسم الجسم. انه انا مش عاوز اقلل حاجة، انا بقلل مناطق وبزود مناطق. احنا احيانا بناخد الدهون ما بنرميهاش، احنا بناخدها ونحقنها في مناطق تانية عشان اديها حجم اكبر. الجيم بديل لو انت عاوزة تخسي، يعني هو بديل للخسسان، ان انت تعملي دايت وجيم هتخسي، لكن ما هوش بديل للنحت. مش كل الناس عاوزة تعمل نحت، مش كل واحدة عاوزة تبقى المؤخرة عندها كبيرة، مش يعني هنا في اختلافات، كل واحد حسب اللي يناسبه.
في بدائل؟ اه بدائل. كل البديل ده بقى بيناسب كل شخص، نقدر نوفق كل شخص للبديل المناسب ليه، لكن ما فيش بديل في المطلق بقى، يعني ما تعمليش عمليات جراحيه وتعالي اعملي كذا، ما تعمليش مش عارف ايه، لا كل حاله ليها المناسب ليها. طيب دلوقتي زي ما حضرتك بتقول اكتر العمليات منتشره الفتره دي عمليات نحت الجسم، عمليات تكبير او تصغير الصدر او المؤخره. يعني انا عايزه اروح اعمل عمليه معينه من دول، نحت جسم مثلا، ايه الحاجات اللي تخليني اقول ان الدكتور ده كويس، ان الدكتور ده فعلا هيديني النتيجه الكويسه؟ والمستشفى برضو، ان انا اختار ازاي، ان انا اختار مستشفى صح؟ احنا اتفقنا من الاول انا هفترض انه في الاول وفي الاخر هو حسن نيه، حتى في الاخر لما بقول لك حد بيبالغ او حد بيقال هو في الاخر، هي في الاخر انا هفترض انه حسن نيه. تمام. هروح للجراح اللي بيشتغل الشغلانه دي، لانه للاسف دخل في السكه ناس تانية ما بتشتغلش. يعني انا اذا كنت بقيت اشوف دكتور، شفت والله بجد دكتور اطفال دخل في موضوع جراحات التجميل، انا بكلم بجد. كل حد ممكن يخش للاسف في اي حاجه. انا يعني جزء من ده جراحين مثلا السمنه، جراحين السمنه هم جراحين جراحه عامه، ما معهمش شهادات تجميل، ما خدوش تريننج تجميل، بقوا دلوقتي بيعملوا ايه؟ طول النهار اعلانات على نحت الجسم، لانه يعني على اساس انه شيء مرتبط بشغلهم زي ما بيعمل التكميم والحاجات دي. بعضهم بيجيب ممرضين يعمل لهم شفط الدهون، بيجيب ممرض هو دربه او حد دربه بيعمل له شفط للدهون، هو ما بيشتغلش، هو ما بيعرفش يشتغل، وبيجيب ناس من الباطن يشتغلوا له الحالات بتاعته. الحقيقه وارد ان الريزلت تكون كويسه، وارد النتيجه تبقى هايله، لان هو بيجيب جراحين تجميل يشتغلوا له. لكن انا عندي مشكله في الامانه، انه ما ينفعش اقعد معاكي اقول لك انا هعمل لك 1 2 3 واجيب حد تاني يعمل لك العمليه. ده بالنسبه لي شيء مرفوض، حتى لو انت كنرمين بعد العمليه هتكوني مبسوطه، لاني انا كخالد لما هروح لدكتور انا عاوز الدكتور ده هو اللي يعمل لي، انا رايح له هو مش رايح عشان حد تاني يعمل لي العمليه او حد من الباطن يعمل لي العمليه. فاي حد انا هروح له هروح لحد في التخصص اللي بيشتغله، انا عاوز اعمل حاجه هروح في التجميل هروح لجراح تجميل انا عارف انه جراح تجميل، مش هروح لجراح سمنه ولا هروح لدكتور جراحه عامه ولا هروح مركز بيديره حد تخصص علاج طبيعي بيقول لي هنعمل لك وهنسوي لك. طب والمستشفيات يا دكتور، يعني لازم تبقى مستشفى كبيره وليها اسم، ولا ممكن في مستشفيات صغيره؟ الحقيقه انه جراحات التجميل ما هياش من الجراحات الخطيره اللي بتتطلب مستشفيات ضخمه برعايات ضخمه. صحيح انه المضاعفات احيانا بتحصل بلا سبب، واحيانا احنا كجراحين بنواجه حاجات احيانا ما بنلاقيهاش تفسير، ما فيش تفسير، عين كويس صحته كويسه دخل خلص كويس وحصلت له مشكله مش قادر اعرف هي حصلت ليه، وبنقف عاجزين الحقيقه قدام العيانين احيانا، وسبحان الله في حاجات ما بنقدرش نفسرها. لكن عموما جراحات التجميل مش من الجراحات اللي هي لازم تبقى مستشفيات ضخمه بتجهيزات ضخمه، وارد يبقى مستشفيات صغيره امكانياتها كويسه عندهم، بس مش مستشفيات تحت بير السلم، يعني مكان مرخص مجهز، مش عياده يعني، برضو ما ينفعش اعملها في عياده، ما نعملش عمليات في عيادات. لكن في عمليات صغيره زي تكبير الثدي، حاجات صغيره زي في حاجات نقدر نعملها في مستشفيات، مش لازم مستشفيات ضخمه. الحقيقه احيانا المستشفيات الضخمه كمان ما بتبقاش مناسبه للي رايحين يعملوا عمليات تجميل. تروح عمليه تجميل مش عاوزه زحمه وهيصه وناس رايحه وناس جايه وعيانين عظم وعيانين قدم سكري جنبها في الاوضه اللي جنبها وهيصه، بتبقى الى حد ما اللي عاوز تجميل عاوزه شويه برايفسي، مش كل الناس عماله تتفرج عليها يعني، فالى حد ما مش لازم كل الناس تعرف يعني انا بعمل مثلا نحت في جسمي ولا مش لازم. احيانا الحاجات الضخمه قوي ما بتبقاش مناسبه قوي لجراحات التجميل، لكن في النهايه لو انا عندي عيان فيه مشكله، عندي عيان كبير في السن عنده ضغط عنده سكر عنده مشاكل صحيه، الحقيقه اكيد هختار له مكان يكون مناسب لحالته، لاني متوقع انه ممكن يحصل منه مشكله، انه ممكن يحصل مضاعفات، فبقى المكان الى حد ما مجهز انه يقدر يتعامل مع المضاعفات. طيب لو قلنا مثلا كل عمليه تجميل مثلا نحت الجسم، الطبيعي ان انا ادخل اقعد كام يوم في المستشفى وان انا اخرج، وايه المضاعفات اللي الطبيعيه اللي ممكن تحصل، وايه المضاعفات اللي هي لا يبقى كده في مشاكل؟ ما تقدريش تقولي قاعده عامه، يعني اللي بتعمل نحت جسم وزنها 70 كيلو غير اللي وزنها 80 غير اللي وزنها 90، اللي عندها 20 سنه غير اللي عندها 50 سنه، اللي عندها بتختلف من حاله لحاله يعني. اوكي، تعملي عمليه نحت وتخرجي بعد العمليه ب3 4 ساعات 6 ساعات تروحي البيت وكويسه وما عندكيش حاجه، كل اللي عملتيه شلتي حته بطن صغيره، ووارد واحده تحتاج تقعد يوم او يومين في المستشفى لانها فقدت الدم ومحتاجه تنقل دم ومحتاجه نقعدها شويه تحت الملاحظه. ما فيش قاعده عامه اقدر اطبقها على كل الحالات، يعني هي بتختلف من حاله لحاله، ما فيش قاعده معينه. يعني في عمليات تجميل معروف انها عمليات صغيره زي تكبير الثدي زي تجميل الانف، الحاجات دي غالبا هي يعني جراحات يوميه، انت بتعملي العمليه وبعد ساعتين 3 4 ساعات بتروحي البيت، لانه احنا مش متوقعين يحصل مشاكل من العملية دي.
انا يعني مبسوطه بحضرتك جدا، واكيد لينا لقاء تاني بقى أكيد. نتكلم عن الجديد بقى في عالم التجميل. بشكرك شكرا جزيلا دكتور خالد سامي، مدرس جراحه التجميل بكليه الطب جامعه عين شمس. نورتني يا دكتور. ميرسي. طيب عندنا لسه اكيد كلام كتير وكلامنا ما بيخلص. هنروح مركز ديروت في محافظه اسيوط ونشوف بقى يعني صباح عطيه سليم الشهيره بام محمد اللي اشتغلت اول سواقه تروسيكل في الصعيد. قصه كفاح جديده بتكتبها المراه المصريه. تعالوا نشوفها ونتعرف عليها وبعدين نطلع لفاصل. بعد الفاصل بقى سواريهات الصيف مع الفاشن ديزاينر التونسية دالين داغول. بعد الفاصل ست بمئة راجل من صعيد مصر بمحافظة أسيوط مركز ديروت. صباح عطية سليم الشهيرة بالجدعة أم محمد، زوجها توفى منذ 7 سنوات بعد إصابته بالفشل الكلوي، وقررت انها تتولي المسؤوليه كامله بعده وتشتغل اول سائقه تروسيكل بمحافظه اسيوط. بالرغم من صعوبه العادات والتقاليد في الصعيد، عشان تنفق على اولادها الاثنين من الرزق الحلال. الاجازه دي اللي 7 سنين متوفي وانا اللي مسوق الموتوسيكل، اما ابيع عليها عشان اربي عيالي ومحدش اما يبص علي، انا اللي لما اسوق واروح بيه ديروت واركب بيه رقاب يوم الاثنين واشتغل بيه وما اجيب عليها جاز واجيب عليها بنزين واجيب عليها بضاعه زي ما انت شايفين كده. الفجر يقدم اصلي الفجر، وبعد ما اصلي الفجر ادي عيالي بشاي يفطروا في الصبح وافطرهم واطلع بالموتوسيكل، اركب 5 تنفار 6 تنفار 7 تنفار، القى 30 جنيه 20 جنيه 40 جنيه، اجي اسوق عيالي بين بطاطس وقوطه وطبيخ للبيت، ننقله باذنجان اي حاجه يعني، كيلو خيار 2 كيلو طماطم واروح. الحاجة الخفيفة اللي أقدر أشدها على الموتوسيكل أشيلها. الحاجة التقيلة الناس في ناس لما تاخدها تقول لك يا وديها أنا ياخدوها مني. يعني إيه ما رضوش يدوني الشغل أنا الشغلة ياخدوها هما. يقول لك لا أنت ست، إحنا اللي نوديها وإحنا نشد إحنا. يرمها عليا ياخدوها مني قواها. واللي يقول لي أنت كده يفتح نفسه شوية خانش أعيط. واللي ما يغلس عليا ما يخانش أعيط. وأعمل يا طيب ولد صغير. يعني دوله 9 سنين ما ينفعش اسيبه وحدية في ديروط يعمل حادثة يموت ما عيش غيره. ابوك انا مغسل كلى وسابوه ما فيش غيره، هو وحداني هو واخته اتعلمت عليها انا وحدي. ايوه ازاي يعني؟ وحدي حطيت المفتاح في الموتوسيكل وانا قلت اسوق انا كده شوف عشان لما اربي عياله ويكبروا واخو ولدي يسوق بقاني. قلت لما يكبر ولدي صغير 9 سنين وما خاف عليها وحداني اما مش مرضى خليه يسوق. انا فخوره في امي ان هي مسوق المسلك عشان تجيب لنا حاجه ناكلها بدل ما احنا ندور نشحت كده. يعني احنا ما نجيب خميس مثلا ونكسر كذا خميس، يعني هي مش ما تقدر تجيب يعني كل خميس زي الناس كده ما تجيب، ولا ما تقدر تكسينا مثلا زي كده زي العيال لما تتكاسي نجيب ترنجه اي حاجه يا اما نلبس حاجه من اللي كانت عندنا. لو كان ادها ربنا متكسينا ما نداش ربنا مش متكسينا. الشغل مش عيب، الشغل ده نصاحه ده شطاره ده نصاح. انا امال اشتغلوا زي كافحوا زي الناس كافح، امال هتعمل ايه؟ فخوره وامشي في الليل وفي النهار عادي، مش اما اخاف من حد. ليه امال امد ايدي على الاسرق ولا امد ايدي على الحرام ولا اقول لحد اديني؟ ملياش حد. جوزي توفى، كان مشتغل في مصر وجات تعب وعنده فشل القلب وتوفى، يبقى انا اسيب عيالي على مين؟ رجعنا لكم مرة تانية في استوديو كلام البنات. النهاردة معانا الفاشن ديزاينر التونسية دالين داغول، وهتعرض لنا النهاردة أحدث صيحات موضة صيف 2019 لفساتين السواريهات. هنعرف منها إيه بقى الجديد في موضة 2019 وإيه الألوان الجديدة اللي موجودة معانا السنة دي. برحب بدالين دا، والنهاردة أنت عاملة كولكشن حلو خالص. شكرا الله يخليك. كلها حاجات ألوان جميلة جدا وعاملة ألوان جديدة. شكرا. طيب كلميني بقى النهاردة عن الكولكشن اللي أنت محضرها لنا. اهلا وسهلا فيكم الاول. اهلا بيك. واهلا بمصر واهل مصر
واحنا بلد واحد تونس ومصر هي بلدنا الثانية. طبعا احنا بنحب تونس جدا وشعب تونس جدا. واحنا نحب مصر جدا جدا. ولا كوليكسيون اللي عملتها انا في بيسكي فرنسية من اصول تونسية. دونك ديما لازم نعمل بساطة في الالوان ونعمل فيهم شوية تطريز اورينتال معناتها اللمسة العربية. اورينتال حاجات عربية حاجات حاجات عربية. حاجات عربية. تراثية. فوالا يبدا فما ميكس اونتر ما بين الاوروبي والعربي للجاليه العربيه اللي مقيمه في اوروبا وفي نفس الوقت لازم نقنعوا الاوروبيين علشان يلبسوا لباسنا والتقاليدنا نتاع العربيه ولازم يكون فيه اناقه وبساطه في الـ في الـ في الشكل الفستان. يعني احنا دول الوقت بناخد الموضه من يوروب او من باريس. صح. فباريس في الشعر والصبغات والحاجات. صح. دي كلها والميك اب والكلام. صح. ده. صح. بس احنا كمان عايزين نفرض برضو اللمسات العربيه بتاعتنا. صح. انت بتعملي ده ازاي؟ صح. الحمد لله الحمد لله فضل من الله سبحانه وتعالى اني كنت متحجبه وثبتت وجودي في اوروبا معناتها شاركت في العديد من المهرجان كان وكل سنه يطلبوني كضيفه شرف والسنه هذه سكون جيري معناتها في لجنه التحكيم في مهرجان كان. دونك مش سهل. انت كنت موجوده في لجنه التحكيم؟ بجد. وفي هذه السنه زاد اكون موجوده ان شاء الله. بقدره الله. ولما اتصلوا عليا من اسبوع عايزه انا وانت والمشاهدين نشوف اول اوتفيت او اول زي ده بقى سواري تراسي يا داليندا. سواري تراسي مخلط ما بين النحاس والحرير والتول. قد ايه لونه جميل والجولد او الذهب الذهب اللي فيه حلو قوي. هذا النحاس تطريز كله بالنحاس ونجم نعملوه في بوكو معناتها مناسبات كثيره في رمضان. ده ينفع قوي في رمضان. في رمضان. جدا حلو في الاعراس. بس خليني اقول لك ان انت مش سايبه اي فرصه حاطه حتى ان احنا نلبس اكسسوارز يعني. هو انت عامله كل حاجه فيه عشان كده نتكلموا على سامبليسيتي البساطه معناتها مش نعملوا الفستان وخلاص. خلص طب. ولا نعملوا فستان ما فيه ولا شيء ونعملوا الاكسسوار فيه. طب وال اسمها ايه؟ طرحه. الطرحه. الطرحه اللي انت حطاها دي ممكن تتشال ويتلبس عادي ده ولا هو لازم زي يتلبس زي ما هو كده؟ لا يمكن يتشال ويتلبس عادي. ويتروح بيه فين بقى؟ تروح فيه بسمعت ممكن تروح بيه فين؟ في يعني ممكن تروح فيه بيه فرح. انا قلت لك معناتها نجمه في رمضان معناتها المناسبات تاع رمضان في الافراح عندي عزومه معناتها سبيسيال شويه نجمه نلبسوه. بس على فكرة اللون ده حلو قوي وجديد. شكرا. أنا بقالنا كتير ما شفناش اللون ده في أي كولكشن على فكرة حتى. صح. في الأيام اللي فاتت بقالنا سنين ما شفناش اللون البترولي ده. صح. حلو. صح. قوي قوي. شوف ده أنا هيبقى معانا موضة السنة الجاية؟ إن شاء الله إن شاء الله. بس في تركيز الألوان ما تصح لازم نتبعوا الموضة كل شيء لكن في ألوان ما نجموش نستغنوا عليها معناتها كيف تعملي اللون مميز يكون جلب العيون اكثر ليك وتكوني انت اكثر مميزه. ده المفروض ان هو تراث تونسي ميكست ما بين اوروبي تونسي وحتى نجم مصري خاطر المصري فيه تطريز من نحاس اكثر. صحيح. معناتها ميكست. انت عامله ميكس يعني ميكس اند ماتش كده ما بين الاوطان العربيه ويوروب. نعم. حلو قوي قوي. حلو. الافكار دي انت بتقعدي ترسميها انت اللي بتعملي الديزاينز بنفسك؟ نعم. تاخد منك وقت قد ايه مثلا ديزاين زي ده؟ شوفي هو ديزاين للديزاينر هو فن واحساس يعني في لحظه تنجمي تعملي شيء وفي لحظه انت ترتبي له وما يجيش شيء معناتها كله احساس ممكن شهر ممكن اسبوع وممكن يومين. بصي خليني بقى اتكلم عن الفستان ده لانه فستان حلو قوي وفي افكار كتير. عامل زي الساري الهندي. صح. شويه. صح. وفي نفس الوقت في شغل العربي بتاعنا. صح. ولونه حلو قوي يعني فيري برايت يعني كده بيدي لمعه حلوه قوي قوي. كلميني عن الدرس ده انت عاملاه علشان ممكن دي عروسه تلبسه. تنجم عروسه. صح. يوم الحنه. في يوم حنه مثلا. صح. شوف انا تونسيه لكن من جنوب التونسي. الله. والجنوب التونسي عندنا لبسه تقليديه انا نحط الفولار فوق الشعر. دوك خرجت اللباس الزي
من لباس التراث بتاعنا من بلدنا واسمها جرجيس. البلد جرجس. ما جرجيس؟ آه جرجس. في تونس. في تونس. أوكي. يعني اللباس كان لبسة خارجة من لباس متاع التونسي ومن بلد اسمها جرجس. بيلبسوا كده يا دالين. نلبسوا كده. نلبسوا طرحة. وبعدين خرجت منها هنا فستان حلوة قوي قوي. طب الألوان دي كانت موجودة بقى في جرجس ولا؟ نعم دي نعم. بقى ألوان انت ابتكرتيها علشان تبقي مع الموضة. هو كل بلد فيه شمس لازم يكون فيه ألوان. أي بلد اكزامبل احنا في فرنسا لبسوا السومبر الألوان الغامقة جدا لأن ما فيه شمس. في شمس والألوان كل بلاد فيها شمس فيها الالوان. ايوه صح. اذا عندنا الالوان الكل ومنها اللون الفوشيا دايما ده. يوروب بتميل للايرث كولر اللي هي الالوان الارض الترابيه والشمس واللي هي الحاجات الارض اكتر صح. احنا بنحب الالوان صح نحب الالوان خاطر في شمس. واوروبا انا عايش انا فرنسيه في سومبر ما عندناش شمس كثير دونك مضطره انت تلبسي الغامق علشان يجي مع الجو مع الطقس ما تجيش فوشيا وهو مطر يجي. برضو الفستان ده فستان راقي قوي وفيري رويال وحلو جدا وسامبل قوي في نفس الوقت صح. يعني اعتقد ان ده كمان ممكن يعجبهم جدا في يوروب يعني يحبوا ان هم يلبسوه في افتتاح مهرجان الحاجات دي صح صح. الفستان ده ماشي جدا 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 في اوروبا وخاصه في فرنسا مع الاوروبيات مع الفرنسيات. وكنت في اسبانيا في مهرجان فاشن عرب كان معناتها جدا جدا راقي فيه. ليش؟ خاطر هو لا سامبليسيتي فيه جدا بسيط وبعدين فيه لمسه تطريز وبس. لكن هو فيه الفيلور والفيلور دي سوا فيلور الحرير والأورغانزا. الفيلور هو الورد. الورد فيه كلها كمان السيرما ده سيرما سيرما كله مطروز باليد. وده حزام ولا ده مع الفستان؟ حزام. حزام هاند ميد كل ده؟ كله هاند ميد. الله حلو قوي. ده اكيد بتاخد منكم وقت طويل. صح وقت طويل جدا. طبعا طبعا لان هي منثوره في جميع في كل الباك بتاع الفستان. شكلها حلو قوي على فكره. شكرا. وتقريبا كده الدرس زي ده مثلا فستان زي ده ممكن ياخد منك وقت قد ايه؟ ممكن شهر. يعني لو حد عنده مناسبه لازم عشان ينفذ حاجه زي دي يجي قبلها بشهر يقول انا عايز اعمل فستان نعم. نفس الشكل ده. نعم اوكي نعم. وطبعا الهاند ميد بيبقى غالي. غالي جدا. غالي جدا في كل مكان. في اوروبا ولا هنا هاند ميد معناتها ما فيش واحده اثنين بياس مثل بعض مستحيل. هاند ميد معناتها اليد عاملتها شغاله طبعا تعمل واحد. حتى لو حولتي نفس الشيء مستحيل يجي نفس الشيء لانها هاند ميد مش بس. انا كمان عاجبني قوي اللي انت لابساه. شكرا. تحفه. الله يسلمك. طب قولي لي ده اللي فيه ده انا مش شايفه كويس. ده هي حاجات بتلمع المفروض بس كل انا حاسه ده كل ده انا حاسه كل ده حاسه ده حلو قوي قوي قوي. الله يخليك. على فكره وكمان ينفع جدا على فكره سواري بكل شيء. ينفع لكل شيء فعلا. يعني ينفع لمناسبه لفرح حتى الناس اللي بتحب تنزل احيانا تروح تحضر في سهره كبيره ممكن تلبس حاجه زي دي. صح صح. هو مش اوفر خالص بس في نفس الوقت راقي. صح. حلوه قوي. مين منين بتجيبي الافكار للحاجات دي؟ لان هي بصي فساتين السواري طبيعي احنا عارفين بيبقى شكلها عامل ازاي مهما ابدعنا فيها في الاخر احنا بيبقى ليها ستامبا يعني. لكن الحاجات دي بتبقى محتاجه طول الوقت عماله بتفكري. شوف بيسك انا زور كثير معناتها برشا بلدان. رحتي بلاد كثير. بلدان كثير. وكل مره اشوف وكل مره اخذ فكره. في المثال جيت لمصر خذيت فكره. ايه اللي خدتيه من مصر بقى؟ مصر اللباس الفرعوني جدا جميل. الاكسسوار الفرعوني جدا جميل. نفسي حد يستغل الزي الفرعوني في فساتين لانه لما بيتعمل بيبقى في منتهى الروعه وبيخطف انظار كل الناس. صح صح. جدا جميل. هتوظفيه ازاي؟ ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. عن قريب بعمل فستان فرعوني باذن الله لكن ميكس ما بين الاوروبي والفرعوني. انت دايما بتعملي حساب اليوروبيين علشان يلبسوه هم كمان. علشان يلبسوه وانا من طبعي احب الشيء السامبل ولكن في نفس الوقت الشيء العربي طبعا علشان اثبت اصولي لان عربيه بالظبط عشان تميزي كمان
اعمالك اللي انت بتعمليها. وده كمان فستان جميل قوي. انا بلاحظ ان انتوا عندكم في تونس او يعني تونس المغرب الحاجات دي دايما ليله الحنه او الفرح بتاعكم بتبقوا لابسين حاجات زي دي. صح مش كده؟ صح صح. هو ده المفروض يعني ده ممكن اسميه فستان فرح تونسي. اي نجم سموه فستان فرح تونسي في اول ايام الاعراس. طبعا احنا الاعراس بتعملوا كذا يوم. كذا يوم معناتها في اول الاعراس النجم نعملوه فستان. ولا ليله الحنه كي باش تلبس ثلاثه ولا اربع فساتين تلبس فستان وتعاود تلبس فستان. الافراح التونسي مكلفه مكلفه جدا جدا صح. كتير. ممكن تكلميني على الفستان ده اكتر؟ يعني ايه الماتيريال اللي انت استخدمتيه فيها؟ الماتيريال كله سيدي شواغوفسكي. وبعدين فما لي فيل دور شواغوفسكي. بجد غالي قوي. غالي جدا. هو الفستان غالي وكل فساتين معناتها. وبعدين في الخيط الذهبي والحرير. الحرير 180 جرام حرير فيه. وفيه الاورغانزا. الاورغانزا طبعا حلوه قوي قوي قوي. هو قطعتين على فكره معناتها نجم نلبسوه فستان لحاله ونجم نلبسوه قطعتين. فين القطعه؟ ايه فين القطعه الفوق؟ هي دي قطعه اللي فوقها بتتلبس لوحدها. بتتلبس لوحدها. اوكي حلو قوي. ولونه سامبل كمان. لانه يعني في ناس بتحب الالوان اللي هي فيري برايت. صح. اللي هي زي الفوشيا والحاجات دي. صح. في ناس بتحب الحاجات السامبل قوي. صح. حلو. لو في بقى عروسه عايزه تعمل فستان مختلف بقى خالص. لان احنا عندنا دلوقتي ناس بتفكر بره الصندوق في فساتين الفرح بتاعتها، عايز تعمل حاجه مش زي كل العرسان العروسه. تعالي نشوف طيب الاوتفيت اللي داخل ده لانه برده مختلف. احمر وفلاور حلو جدا الدرابي ده. بس اكيد اكيد ده عايز واحده رفيعه. صح. ما ينفعش خالص حد يكون عريض او مليان ويلبس خالص درابي. صح. وفي برشا قماش دونك استخدمتي فيه قماش كتير؟ في برشا قماش. وكيف يبدا فما برشا قماش ما نجموش نتلبسها واحدة بصحتها شو. بس ده حلو قوي. الحزام المعمول المرسوم ده برضو هاند ميد. كله هاند ميد. طيب ازاي بقى وظفتي الفستان ده؟ يعني منين فكرتي الفكرة تعملي فستان بالشكل ده؟ اوكي. يبقى قطعتين. يبقى قطعتين في نفس الفستان. الكاب الحين تخيز على مود الموضة. الكاب كل شيء معناتها الشال سي تريز على مود. طالعه موضه الحاجات اللي هي اللي فيها الكروشيه والشال زي ما تكون شال. كله شال لا موضه. اوكي. دوك طب دي طالعه موضه في يوروب يعني ولا في يوروب. ولا يعني لسه هتوصل لنا بقى؟ في يوروب. دوك فكرت اني نحط الفستان وفيه الكاب علشان يكون يبقى الكاب والفستان مع بعض. وكله حرير بالطبع. الله والفلاور سي تريز على موضه موضه كبيره موضه قوي. بس حلو جدا جدا على فكره. شكرا. ده ينفع الوان بشره تكون بشره سمراء؟ في كل الالوان. ليش؟ خاطر في الالوان الزهري، في البيج، في الاخضر، يعني يمشي مع كل الالوان. حلو قوي قوي. يعني مش شرط تكون حد بلوند ابيض. لا. الحاجات لا. دي لا. واغلبيه الفساتين اللي نخدمها معناتها تمشي مع ميكست. طب قولي لي طيب البشره السمراء يليق عليها الوان ايه او ايه الالوان الجديده في صيف 2019 اللي هتليق على البشره السمراء؟ البشره السمراء لازم تاخذ الالوان الفاتحه وفي نفس الوقت الالوان كيما الاخضر الفليو. حلوه قوي. والاصفر انا بحب الاخضر. مثل لبسته معناتها تري تري جولي الاصفر انا لابساه. سي تري بو. والالوان دي جدا حلوه على الاسمر. الله. على فكره يعني عارفه شويه هيبدا يدي على افلام جلاديتور، عارفه اللي هو الحاجات اللي هي بتبقى روماني شويه. صح. حلوه قوي قوي. ملوكي. ملوكي. رايل. حلو جدا. وعامله له من هنا انت زي طوق. نازل بالشال بتاعه. شكله حلو قوي. وسامبل في نفس الوقت. وسامبل وينفع برضو على البشره السمراء. وشكله جميل وراقي قوي. والماتيريال دي حرير؟ حرير، كله حرير. طيب دي حرير والشغل كله باليد. طبعا كله خلاص انا عرفت انت بتشتغليش غير هاند ميد. الحاجات بقى الهاند ميد اللي قدام دي سيرما. ميكست ما بين لي بايات والخيط السرمه. البايات طالع موضه يا داليندا. البايات موضه ست خيزة لموت جدا لموت. مم حتى في التيشيرت اي تي شيرت واللي يعمل فيه كله مود البايات وكل الاشياء كلها.
ايوه فعلا، انا لما بدانا نبص على الحاجات اللي نازله لسه نازله تي شيرتات والحاجات، لقيناها كلها مرسوم عليها بالبايات والحاجات دي. صح، والجينز، الجينز كله البايات، والوحي البايات، وكل شيء من العرب، كله عربي. صح، كله عربي، كله شغل عربي، فاهم، كله شغل عربي، وتخلف الاوروب الاوروبيين يعني يقولوا يحبوا في نفس الشيء مثل العرب. وهذا الحمد لله معناتها فضل من مو بس انا استريت الستيليست اللي في فرنسا ولا في اوروبا، في كثير، وهم اللي وصلوا الفكره دي علشان معناتها يكون ديما خدوها بقى مننا. طب كويس، يعني هم في الاخر بياخدوا مننا على فكره التراث بتاعنا ويبداوا يعملوه. الله، ده ايه ده؟ طب قولي لي بقى فعلا الحاجات الريش دي طالعه موضه يا دليل ده؟ خزلمة. عشان انا شفتها كذا مره بعدين ما يعني قلت مش معقول هي طالعه موضه تاني. موضه تاني، دي كانت ايه، سبعينات يا جماعه ولا كانت ايه؟ دي سبعينات. الموضه تبقى، كل موضه تبقى 5 سنوات تقريبا. اي موضه تبقى 5 سنوات، بس دي جايه من زمان قوي. من زمان. هو كله من زمان، لزاندي 60 الستينات والسبعينات. صح، كله من زمان، بس احنا نغير الشكل شويه، بس بتخليه شبه العصر. صح. وهذه عبايه، دونك عبايه زدت ثاني الريش، وخدمت الكاب نتاع الريش، كنا الكاب ست خزلمات. طب هسألك على حاجه يا داليندا، ينفع اخد سوري ينفع اخد الريش ده وانا احطه بقى على جينز مثلا، البسه على جينز؟ ست خبو جدا جميل بالشكل ده، جدا جميل كده زي ما هو، احطه على كما جينز هو. أوكي. جدا جميل، وبعدين بس تحط الصندل نفس اللون وخلاص وخلص الموضوع. بس ده ينفع في الصيف صح؟ في الصيف، ينفع في الشتاء خاطر هو حرير، ريش عادي، ريش مش هيحرر. ريش حلو جدا وخفيف جدا. انت عامل حاجات سامبل قوي يعني. بالرغم ان هي معمول فيها شغل عالي ومعمول فيها شغل بياخد وقت، بس هي في الاخر شكلها سامبل قوي. ما فكرتيش تعملي حاجه كاجوال؟ كاجوال ان شاء الله في البرنامج الكاجوال. انا اصلا حاساكي في الكاجوال هتبدعي ان شاء الله. واللي شيء ناقص هنا برامج تكون سبيسيال على الكاجوال. مثل معناتك كيف نلبس اللباس يكون كاجوال وسامبل وجميل وحلو. مظبوط، لكن الفكره جايه ان شاء الله. يا ريت تعملي لنا كده ترند. حاجات كلها كاجوال كده بالشكل العربي اليوروبين ده، حلو قوي، هيبقى جميل جدا، وهستناكي عشان نشوفه ان شاء الله في كلام البنات. ان شاء الله، اهلا وسهلا فيك. سيدة ليندا جدا على وجودك معانا النهارده، انت نورتينا. الله يخليك، النور بوجودك، مرحبا بيك. عايشك عايشك. داليندا غول الفاشن ديزاينر النهارده كانت موجوده معانا. شفتوا قد ايه كان معاها كولكشن حلوه جدا، والشغل الهاند ميد طالع موضه قوي، والسواريهات طالعه مختلفه السنه دي كمان، وكلها حاجات كانت تنفع برده في شهر رمضان الكريم. بشكركم جدا على حسن المتابعه النهارده، ان شاء الله نشوفكم بكره في يوم جديد وكلام البنات.